اكو هواي عالم دايخه بموضوع التسليح مال الرباط مالته، فتجينا هواي اسئله عن هذا الموضوع. عندنا اليوم هذا الدار المساحه مالته 100 متر، خريطه كلش حلوه، مشتغلين التسليح مالته النشر على 20 سنتيم مثل ما وضع قدامكم، والاتري يكون مخالف. هاي النشر مال الاتري على 20 سنتيم والاتري يكون مخالف، واربع شاش فوق واربع شاش جوا بالخمسه. اكو اماكن نستخدم بيها خمس شاش فوق وخمس شاش جوا، اذا كانت عليها احمال زايده نحسب حساب الكل شيء مثل ما وضع قدامكم. فهي افضل طريقه اللي هو يكون النشر مال الاتري على 20 سنتيم. طبعا اكو وايد تسليح افضل لكن يكون مكلف، اللي يكون هو النشر مال الاتري يكون على 10 واكو على 15، لكن هذا ما يستوجب بالدار المساحته 100 متر او طابقين. اذا كان عندك طوابق اكثر فلازم تحسب حساب التسليح اقوى يكون، واذا كان مالتك القاع تعبانه همتين وبيها روطان لازم تكثف التسليح مالتك. احنا هذا التسليح كافي، اذا كان الرباط مال عفوا القاع مالتنا قويه والتربه قويه فنستخدم هذا التسليح بكل مواقعنا. مثل ما تشوفون قدامكم هذا شغل كادرنا المرتب، ان شاء الله نكون فدناكم وشكرا.